الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مصر علي. ركز في هذه المسألة الجميلة جدا، عايزين نحل هذه المسألة. x زائد y بيساوي 17، x زائد y بيساوي 47، عايزين نجيب قيمة 1 على x زائد 1 على y. طبعا يا سيدي الفاضل هتيجي تفكر هتقوم قايل لي هنا ايه ال x بيساوي 17 زائد y بيساوي 17، تجيب ال x لوحدها يبقى ال x بيساوي 17 ناقص y، وترجع تضرب تاني وترجع تحل وتخش في قصة طويلة وقصة مالها أي لازمة. ولكن لو حضرتك لو اشتغلت مخك بس معايا حاجة بسيطة جدا وبسيت على المطلوب هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. ابص على المطلوب كده اللي هو 1 على اكس زائد 1 على واي، ايه رأيك اما اجي اعمل كده ايه حاجة بسيطة في المطلوب؟ وحد مقامات كده اكتبه كسر بس مقام، اوكي اكتبه مقدار واحد، يعني اكس ضربها في الواي يبقى اكس واي، واعمل مقص كده يبقى هنا اكس، يعني اضرب ده بده اول حاجة وبعد كده اعمل مقص كده، اوكي يبقى اكس زائد واي. حلو كده، كلام جميل. x زائد y عندك كام؟ 17. x ضرب y كام؟ 47. بسطها كده صح، يلا اسمع 17 فوق اسمع 17 واحد، يبقى هنا 1 على 3 يبقى 3 كام؟ 1 على 3 يبقى كمان المقدار كام؟ 1 على 3. شفت بقى، شغل راسك ترتاح. شكرا يا معلم.